FM. الكل ملك. مرحبا بكم كل مرحبا بمستمعي كاب اف ام. نشكر امل اللي ديما تواكب في برامج صوت المراه. مرحبا بكم معنا على كاب اف ام. دونك كيف كيف زاد تحضر بحذنا ايمان بالحاج طاهر اللي هي عضوه واستاذه اعلاميه في كليه لفسيك. مرحبا بك ايمان. عايشك مرحبا بك وكيف كيف مرحبا بكل المستمعين. ونشكركم على الاستضافة. يا عايشك مرحبا بك. كيف كيف زيدا تحضر بحضنا رئيسة بوزيتيف كلوب طالبة زيدا في الليفساق أحلام عبدالليوي. مرحبا بك أحلام. مرحبا بك عايشك مرحبا بالمستمعين في كل شنا حويلك سبا هيا به. دونك نبدأ معاك مدام مريم. نهار 8 مارس يوم العالمي للمرأة. أكيد النهار هذا يجينا مرة في العامة. لو كنت تحكي لنا أنت أكثر على أهمية النهار هذا وتعرفنا بها أون جنرال. دونك اليوم هذايا هو يوم احتفال ورامل لي مش احتفال فقط لكن كمان يلزم خاطر فما صارت برشا حكايات نحتفلوا ما نحتفلوش. هو يوم نضال هو يوم نضال خاطر هو في التاريخ يعني النساء خرجت تناظر على الشغل الشغل والمساواة في الشغل وخرجت باش تناظر وهذا صار معناتها نجم نقولوا تقريبا من اوائل القرن العشرين. من بعد قاعدة ديما كل عام معناتها يصيروا معناتها مسيرات في العالم نجمع اللي معناتها مطالبة حاجات أخرين معناتها قاعدة ديما هذاك يوم متاع نضال متاع نضال متاع النساء تطلب فيه في معناتها في حقوقها متاع حقوق فهمت. دونك بتيت أبتي بعد ذيك الأونو في 1977 معناتها حاولت باش تردوا أنكور تعطي اعتبار أكثر. دونك وادوه معناتها يوم العالمي بوغ ليغاليتي دي دغوا معناتها لا جورني انترناسيونال دي فام بور ليغاليتي دي دووا خاطر احنا معناتها ما نقولوش تونس بركة الطالب ولا مرأة تونسية ولا في العالم لجمع المرأة فما العنف فما العنف في العمل في الشغل فما ديما فما لا مساواة. دونك هذه سيتي جورني يحتفلوا بها كل النساء العالم. بالنسبة لجمعية صوت المرأة اكيد كل عام تحتفل هي بالعام بالنهار هذيا سني ستوب فيولونس السنة الشعار بدأ هو من 25 نوفمبر اللي هو يوم كذلك عالمي ضد العنف. احنا في اليوم هذاك عملنا تظاهرة ثقافية وفنية وعيطنا المبدعات وعملوا لوحات فنية دونك رسموا وهذوك ما قلنا لهم ان شاء الله في مارس معناتها بالنسبة للمناسبة الثانية متاع اليوم العالمي للمرأة دونك نقدموا نعملوا المعرض نتاع اللوحات هذيا وكان كذلك. دونك قمنا به نهار 3 مارس خاطر ما تعرفوا معناتها الدور الثقافي ماداش ديما مليان وزيد نهار 8 مارس جا في وسط الجمعه. دونك احنا حابين نعملوا في بالويكاند خاطر ديما وقت باش ينجموا يجيو الناس اللي كلها باش يبداو عندهم الوقت اكثر بيان فوالا وباش يجيونا اكثر ناس كذا. دونك باش عبيناها زاد باش تكون تظاهره حلوه ومزيانه زدنا تكريم مبدعات في الادب دونك شاعرة وكاتبة معناتها طالعين جدد معناتها احنا نقولوا اماتريس تشجيع حتى الفنانات راهم الاكثريتهم اماتريس وتشجيع احنا جمعيتنا هي تحب تشجع جوستومون المواهب المبدعات الجدد والصغار والشبان اتسيتيرا. هذا هو الهدف نتاعنا من يدخلنا خاطر منه توعية وتسعيد توعية وتحسيس ومنه زاد خاطر الكل توعية. ما انت كي باش ترسم كي باش تكتب على الموضوع هذا هو التوعية معناتها في حد ذاته فوالا توعية وتحسيس بدور المرأة وقدرتها انها تكون فعلا اكثر في المجتمع تخرج المجتمع وبالابداع نتاعها بكل شيء وهي باش تطالب باش تتكلم هذاك نعطيناها كيفاش وسيلة للتعبير. واضح السنة الحاجة الجديدة هي الشراكة بين جمعية صوت المرأة وكلية لفساق نابل. دونك باش نحكيو نحن على الشراكة هذيا اكثر مع ايمان بالحاج طاهر. ايمان كيفاش كانت الفكرة من الاول انها تكون شراكة أول مرة سنة؟ أي أول مرة وأول تجربة لينا مع مؤسسة تعليمية. أي هي الحقيقة بديت من اليوم العالمي لمناهضة العنف. احنا عملنا ان بلانينج وعملنا ديزافيش. دونك قابلت السيد الكاتب العام للكلية وطلبت منه أن نحطوا ليزافيش في الكلية وفي الحوار معاه شجعنا كجمعية نسائية وجيت في الحوار هذيك جيت فكرة الشراكة مع الكلية مع جمعية صوت المرأة والكلية. أي بالضبط.
فالفكرة عجبتني كممبر في صوت المرأة وكأستاذة بالكلية. بالضبط قلت علاش المجتمع المدني ما ينفتحش على الجامعات والعكس بالعكس. دونك والهدف متاعها إيمان بصفة عامة الهدف متاعها أولا احنا فما البوزيتيف كلوب هذي اللي في الفاكولتي معناتها فيه برشا أنشطة منها نشاط الأنشطة الفنية والأنشطة اللي تعنى بالصحة والتنمية البشرية. دونك احنا برينسيبالمون الشراكة بتاعنا باش تكون في الكلوب هذي غير الشراكة بوزيتيف كلوب كله نسي ولا لا كما قلت انت بكري المرأة يزمها تكون فاعلة في المجتمع احنا كجمعية نسائية نخدم مع ناس الكل اي كومبري معناتها كسوسوا رجال ولا نسي ولا نسي بالضبط بالضبط. دونك احنا خدمنا برشا مع المرأة خدمنا برشا على الاطفال وعلاش ليه ما نخدموش مع الشباب اكيد اكيد بيان سور لا معناها الهدف اللي فهمته منك انك توصل الجمعيه للشباب اكثر وتوصل للنشاطات نتاعهم وتتفاعل معهم تاثيرهم وزيادة توعيه الشباب باهميه العمل الجمعيات بالضبط مثلا في البنود بتاع الاتفاقيه فوالا مثلا حابين نقول فما بند يقول لك يسعى الطرفين الى الى تنظيم قوافل تضامنيه مع بعضنا دونك هذيك باش نطوروا الحس التضامني لدى الشباب فوالا والعمل الجمعياتي اكيد بصفه عامه اللي عنده دور كبير بيان سور في حياه اي واحد فينا محليك يبدا يعمل في العمل الخيري بالحق يحس روحه فاعل اكثر في المجتمع اي سورتو بالنسبه للشباب. نحكيوا اكثر على بوزيتيف كلوب اللي كنت حكيت عليه انت ايمان مع احلام عبدليوي اللي هي رئيسه الكلوب هذايا اللي هو توا عنده شراكه مع جمعيه صوت المراه نابل. فرحانين بالشراكه هذيا نورمالمون باش نحكي شويه كيفاش بدات فكره الكلوب. مشيت الحقيقه لمدام مريم منصوري ريسبونسابل اكتيفيتي كولتوريل سبورتيف في الفاكولتي اقترحت عليها باش نعمل كلوب نتاع سونتي قالت لي بوركوا با ما نعملوش كلوب سونتي ديفلوبمون بيرسونيل اي بيان اتر انغلوب تو. دونك بدينا بشويه من الاول والجور اللي لقينا صوت المراه عملنا معاها شركة به الكلوب ليزاكتيفيتي برينسيبال نتاعو كيف ما قلنا ديفلوبمون بيرسونيل سانتي بيان اتر نحاولوا باش نزرعوا التفكير الايجابي للطالب الرعايه الصحيه والنفسيه للطالب زيدا في النادي هذا يضم زيدا نوادي اخرين منهم نادي الرسم اللي باش يبدا ان شاء الله لو 15 مارس باش يكون تاثير عند مدام مريم وفما زاد عندنا نادي الموسيقى اللي بدا لو 1 مارس الاربعاء اللي فاتت التاثير باش يكون كان من جمعيه فسيفساء الفنون عملنا كونفونسيون معاهم زاده يعني وين يحب روحه الطالب يرقى روحه والرقص مين يحب فما زاد عندنا الرقص والمسرح قاعدين أنكور تاويك الرقص والمسرح بتيت الرقص باش يكون زيدا مع جمعية صوت المرأة والمسرح ما زلنا ما هوش كونفيرميت ماني لكم نجح والتوفيق ومحليها معناها كي يبدأ واحد يقرأ في الفاكولتي وممتن يعمل النشاط اللي هو يحب عليه والحاجة اللي هو مرتاح فيها خطر كيما نعرفه مدام مريم سورتو مثلا الرسم الرقص المسرح ديما يقعد غرام هذيك حتى كان تخدم خدمة أخرى الإكزامبل هي مدام مريم هذاك علاش انا نحكي معاها حتى كان تخدم خدمه اخرى تقعد الحاجه هذيك فيك موجوده من داخل بتحب ديما توصل فيها وتكملها انا ماذا بيا جوست مع تاجي الوقت اللي مش ناثر شباب وشبان ديجا بديت في دار شعبان اثرت نادي وكيف يعيطوا لي معناتها انا مش فما حتى مشكل حتى معناتها تعطي تكنيك ولا تعطيهم جوست تزرع فيهم اكل الغرام هذاك باش هما يواصلوا بالنسبه ليزيتيديون بوركوا با وعلاش لا معناتها ديجا مش نعملوا فريسك نهارتها معناتها معاهم هما ان شاء الله تكون فريسك كبيره تقعد لهم سوفينير في الفاكولتي ومن بعد منها هي ننطلقوا للنادي ما عادش عندنا برشا وقت هما يوفوا بريسك فان افريل ناثروا المده هذيك ومن بعد عم جاي نشوفوا نجموا نعملوا افكار اخرى بالتدخل يوليو هما وحدهم ناثروا رواحهم في رواحهم ماذا بينا احنا يوليو اوتونوم يوليو هما يعملوا كل شيء وحدهم اما انا جو سوي توجور لا معناتها سي لو سافي بارتي دو فولونتاريا وبخود تربي ناثر بربي قبل ما نحب نكمل جوست نعطي على البرنامج
البرنامج تاعنا احنا بالنسبه فوالا جوستومون حبيت نسالك على البرنامج نتاع 8 مارس شنو محاضره في الجمعيه بالنسبه ل 8 مارس دونك بدينا من التخوا التظاهره هذه الثقافيه نهار 8 مارس احنا عندنا زياره ميدانيه ماشيين لتونس منا احنا نساء كنا باش نخرجوا نتفردوا ومنا باش نمشيو نزوروا السنتر دي فام باتو هو تاو سنتر دي بيرسون فيولونتي الوقت الحاضر اللي هما معنفين في شار نيكول حل ما عندوش برشا مازال ما عندوش حتى عام دونك السنتر هذا تويك معناتها لهي به دكتور حمدون كلمناه وبخد ربي باش يقبلنا باش نمشيو نزوروه احنا باش نشوف زياره النهار 8 مارس حبينا نماركيو معناتها النهار هذاك بالزياره هذه من بعد العشية استدعاونا الفاكولتي بتاع المنوبه تيهم الصحه ونشكر مدام شيراز جزيري استدعاتنا مش يعملوا حفل موسيقي الى غير ذلك وحبت تكون صوت المراه موجوده وقلت ربي باش نلبيو الدعوه هذه ونمشيو ونحضروا في الفاكولتي زاد منه بالنسبه لينا احنا زاد صافي بارتي من الواحد تاعنا باش نمشيو للشبان نمشيو للفاكولتي كيما دخلنا في الاف ساك منوبه على اشلاء ايتترا هذه يوم 8 يوم 12 عندنا بشراكه كيف استدعانا نابل كلوب اللي هي جمعيه جديده في نابل تحب تلم الشمل نتاع الجمعيات الكلها تحب تكرم مناضلات قدموا مناضلات جدد في نابل انساء للعمل الجمعياتي او الحب الوطن الى غير ذلك معناتها باش يكون العمل الخيري بصفه عامه دونك باش يكون تكريم من نساء هذيا وعيطوا لنا احنا كجمعيه معناتها نكونوا بشراكه معاها نهار 12 اون ماتيني صبحيه دونك ما نحبش ندخل في لي ديتاي لكن هو داخل في برنامج اليوم العالمي للمراه وما نهار 15 باش يكون مع الشباب مع ايمان اللي تحكي لنا على نهار 15 فوالا ايمان تعطيكم كلك ديتاي وقلت ربي نهار 15 شنو محضرين فوالا نهار 15 باش يكون تظاهره كبيره تبدا من الصباح 9:30 تاع الصباح تتواصل حتى كشي الخمسة بتاع العشية كيكا وباش تكون فيها بلوزيغ اكتيفيتي تيم برانسيبال بتاع التظاهرة هو طموح الشباب. واضح هذا يكون في الاف سي جنيبل في اف سي جنيبل فوالا هذه اخر نهار مدام مريم نهار 15 فوالا هكا يكون الاختتام وهكا معناها تحتفلوا انتم كجمعية صوت المرأة باليوم العالمي للمرأة اكيد انا نتمنى لكم النجاح والتوفيق اكثر ونخلي لكم بيان سور الكلمة الاخرى انا نحبها تكون موجهة للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نبدا بك مدام مريم تفضل ديما نقولها وكما قلتها المرة الأخرى المرأة هذا يوم العالمي باش يذكر اللي المرأة ميزمهاش ترخ ميزمهاش تواخر ديما للأمام وهو ديما لي جورني انترناسيونال هذوما المرأة عندها حاجتين أولا تحتفل بالمكتسبات نتاعها اللي هي ما نجموش نقولوا مش موجودين يلزم تفعلهم يلزم تزيد ما نقولوش الطالب أكثر لكن فما حاجات معناتها يلزم كيما نقولوا احنا تروشيك إلى غير ذلك ما موجود راهو يقولوا عندها مكتسبات الى غير ذلك ما بالكش معناتها حبر على ورق لكن يلزم نفعلوه يلزم مرأة بيدها تكون هي واعيه بكما لا اكثر ولا اقل فما حقوق يلزم طالب بهم وواجبات تعطي فيهم دونك الحقوق هذه موجوده لكن ناقصه وغير معناتها في برشا ميادين ماهيش متفاعله معناتها ماهيش نجم نقولوا ناقصه برشا والمراه هي مش قاعده تدفع سوفيزمون نحبوها تخرج في الميدان بحضور يكون حضور واضح هي تو موجوده في الشارع تدغى لكن نحبوها تكون فعاله في مناصب ما نقولوش السلطه لكن في مناصب كبيره وباهيه وعلاش لا عندنا معناتها كما نقولوا دي فام تبارك الله علينا معناتها تونس عندها سوفيزمون علاش ما توصلش خاطر ماهيش مأطره سوفيزمون احنا نحبوا يكون تأطيرها واضح واحنا كجمعيه موجودين هنا باش نأطروا الشباب والمرأة باش تكون فاعلة في المجتمع. فوالا نخلي لك الكلمة الأخرى أحلام كيف زيد نحب كلمتك تخص المرأة بمناسبة اليوم العالمي نهار 8 مارس. باش نحكيو على المرأة في المجتمع لازم نبداوها معناها باللول. دونك والمرأة باش تخرج من المدرسة من الكلية
لازمنا معناها نخدموا على المرأة في الكلية باش نجم تكون هي فعلة في المجتمع. وبالمناسبة هذه معناها نشكروا برشا برشا معناها اللي بيرسونيل في الكلية ومنهم معناها مدام مريم منصوري ريسبونسابل اكتيفيتي كولتوريل سبورتيف اللي هي مرأة بذات معناها هي عاونتنا برشا والكاتب العام سعاد القمودي والدويان سي رشيد اللي يشجعوا في المرأة ويشجعوا في الشباب اون جينيرال وبما فيهم المرأة باش تكون نهار اخر فعالة في المجتمع. وان شاء الله كيفك انت زادة طالبة نشوفوك نهار اخر فعالة اكثر في المجتمع. ايمان نخلي لك زادة انت الكلمة الاخرى تفضل. في دونك اليوم العالمي للمرأة نحب نهني نساء تونس الكل ونحب نقول لكل امرأة تنجم تكون فاعلة من موقعها. المرأة كأم زادة تنجم تكون فاعلة من موقعها في كيفاش تربي ولدها وبنتها على أنهم يحترموا المرأة. المرأة كتلميذة، المرأة كطالبة، المرأة كعاملة، كموظفة، كل امرأة من موقعها قادرة تكون فاعلة. ولا وندعو كل امرأة من موقعها إنها تكون فاعلة. فوالا يعطيك الصحة إيمان، ميرسي بوكو اللي كنتوا بحضنا اليوم. كاب اف ام الكلمة ليك.